والآن دعونا نرحب بالسيد الرئيس مرة أخرى ونستمع لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقولي أن أنا أرحب بيكم أهلا وسهلا، والحقيقة وجودكم معنا في مؤتمر شباب العالم ده صورة مشرفة جدا جدا لينا وللمؤتمر، وبتعكس حالة من التكامل بين مصر وما بين دول العالم كلها. وخلينا أكلمكم على أن احنا في مصر كنا من الدول مش هقول القليلة، ولكن من الدول اللي كانت لها سبق في الاشتراك في المنظمات المختلفة، بدءا من الأمم المتحدة والجامعة العربية يمكن، وأيضا الاتحاد الإفريقي وباقي المنظمات زي ما زملائي يتكلموا في أثناء أحوارهم. خليني أقول لكم على حاجة بالنسبة للمنظمات اللي إحنا في مصر لنا ثوابت في أن إحنا نعزز ونؤكد على التعاون بين مصر وما بين هذه المؤسسات وهذه المنظمات. وخلينا أقول لكم أن إحنا ما تعاملناش أبدا غير بانفتاح شديد. إحنا كنا عايزين نتعلم، عايزين نستفيد، عايزين نستفيد من الخبرات الكبيرة جدا الفنية اللي موجودة لدى المنظمات المختلفة. وحكلم يعني يمكن على أمثلة واضحة ووصلة لنا كلنا. خلينا أقول لكم أن إحنا في نوفمبر 16 كنا بدأنا برنامج للإصلاح الاقتصادي، وإحنا كنا اتكلمنا مع صندوق النقد الدولي بمنتهى الوضوح نحن هنبقى جادين جدا في تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته، لأن إحنا ندرك تماما أن الصندوق لديه القدرات والخبرات اللازمة اللي ممكن لو الدول استطاعت أنها مش هقول توائم، لأن الموائمة في الغالب بتبقى يعني بتحد يمكن من الحركة، لكن لو قدرت أن هي تنفذ المشورة الفنية المسار اللي بيتم طرحه للإصلاح أكيد هيبقى في نجاح. لكن دايما كانت أنا بتكلم على التجربة المصرية، حتى كان دايما مسارات دي كانت تيجي في يعني تتعثر أو تتوقف في مرحلة محددة. إحنا ما عملناش كده، وكان الحقيقة يعني عشان نكون نعطي كل ذي حق حقه، وكان مش الحكومة فقط إن هي التزمت ونفذت التزامها، لا أنا عايز أقول إن الشعب المصري تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي ولم يخرج مصري واحد للتعبير على إن هو هذا الإصلاح يؤلمه. والحقيقة وده كان إحنا ما كناش نعرف إن هيبقى فيه كوفيد-19، يعني ما كناش نعرف، لكن كان لما مشينا في هذا المسار مع الصندوق وكنا أمناء مع أنفسنا في تنفيذ الاتفاق ده، كانت النتائج إيجابية جدا على الاقتصاد المصري. إذن لو الخبرة بتاعتنا اللي احنا استفدناها، أنا بقول على جزء واحد، إن احنا إذا تعاوننا إذا استفدنا من العلم والمعرفة والخبرة التي لدى المنظمات المختلفة هيعود علينا بالنفع، والناس مستعدية في أي مسؤول التقيت به من المنظمات كنت بتكلم معي يقول لي إحنا مستعدين نقدم لكم كل الخبرات اللازمة، ولاقي إن هم عندهم المبادرة والمبادئ. فاسمحوا لنا أن أسجل بتقدير واحترام ذلك لكم جميعا، وأكد لكم بأن إحنا في مصر عايزين نتعلم وعايزين نستفيد من علمكم ومن خبراتكم من أجل حياة أفضل ونمو أفضل لشعبنا والبلدنا. الصندوق لما عمل البرنامج أو لما عملنا البرنامج معاه، وكان الحقيقة ما وجدناش من الصندوق غير تفاهم لظروف وأحوالنا وخصوصية المسار بتاعنا، يعني ما لقيناش حد بيفرض علينا حاجة، هو بيسمع وفي نقاش وفي حوار. استطعت أنك تكون موضوعي ومهني وحرفي في طرح قضيتك، هو هيبقى معك. فدي تجربتنا مع الصندوق، عشان كده احنا خلصنا المرحلة الأولى بنجاح والمرحلة الثانية ومستمرين. ليه؟ لأن احنا عايزين نستفيد من الخبرات اللي موجودة
وإن إحنا يبقى عندنا مؤسسة لديها هذه الخبرة الهائلة والتراكمية في الإصلاح الاقتصادي نستفيد منها، وكمان هي تبقى شاهد علينا على اللي إحنا على الإجراءات اللي إحنا بنعملها. ده عشان بس أكد لكم إن دي ثوابت مش هتتغير عندنا. نيجي الموضوع تاني إحنا برضو اتحركنا فيه وكان خدنا فيه دعم كبير قوي. إحنا برضو من 4 سنين تقريبا عملنا مبادرة 100 مليون ساحة، وبرضو هنا منظمة الصحة العالمية استفدنا كتير جدا جدا من خبراتها في هذا المجال. فعملية العمليات الفنية اللي بتتم عشان تعمل مسح لأكثر من 70 مليون إنسان في مصر، لما جينا نعمل المبادرة ديت اتعملت، وكان الدعم الفني اللي بيقدم والخبرات اللي بتقدم لنا هو ازاي تعملوا مسح طبي لأنك عشان تتحولوا من دولة هي من أنا آسف يعني من أوائل دول العالم المصابة بهذا المرض إلى دولة هي الأقل في العالم طبقا للمعايير. معايير مين؟ معايير منظمة الصحة العالمية. فأنا عايز أقول برضو ده يعني نقطة نجاح أخرى أو يعني نقطة مضيئة جدا في التعاون مع المنظمات وقد إيه إحنا استفدنا منها. وبرضو بقول زي ما كان الإصلاح الاقتصادي كان نجاحه في مصر هو فرصة حقيقية لينا للوقوف أمام صدمة الجائحة وتأثيراتها الاقتصادية، أنا بقول لكم برضو إن دعم منظمة الصحة العالمية فيما يخص برنامج 100 مليون صحة اللي احنا اتكلمنا فيه هنا في مصر واللي تخلصنا من خلاله من تقريبا أكتر من 2 مليون وشوية مصاب بالفيروس ده، علاوة على مسح طبي للخريطة الطبية واللي كان أول مرة نعملها بشكل متكامل بالطريقة ديت لأمراض غير السارية زي يعني السمنة والسكر والضغط اللي كانت بيتكلموا عليها بعد كده إن هي كان ليها تأثير على في كوفيد، يعني إنها دي هتبقى الأكثر تأثرا من 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 كوفيد 19. أنا شايف دكتورة مايا الحمد لله على السلامة، أنا أول مرة أشوفك بعد الحساسة. لا خلي حضرتك مستريحة، تفضلي، ألف لا بأس عليك، ألف لا بأس عليك. فأقدر أقول إن إحنا النتائج اللي إحنا حصلنا عليها كمصر واللي بقولها دلوقتي عشان أسجلها وعشان كل الناس في مصر تسمعها وحتى الإعلام لما ينقلها للعالم كله يعرف قد إيه إن المنظمات دي لديها رصيد هائل من الخبرات والقدرات اللي المفروض الناس كلها تستفيد منها وتطمئن انها وهي بتتعاون معاها ان هي العائد هيبقى عائد عظيم جدا جدا هيعود على البلد اللي هتكون بهذا التعاون. دي يمكن المقدمه اللي انا حبيت اتكلم معاكم فيها، واسمحوا لي ان انا هتكلم على كم نقطه يمكن تكونوا مش متوقعين ان انا اتكلم معاكم فيها. انا لما الدكتوره رانيا كانت بتكلمني قلت لها يا دكتوره خلي بالك ال 20-21 دول اللي هم اللي حصل فيهم الجائحة من فضلك اتصلي بمؤسسة التمويل وقولي لهم ان احنا مستعدين للتعاون او مستعدين لتلقي تمويلات في اطار فكرة مش كده، وكنا بنقول الفكرة دي بنقول لتحريك الاقتصاد العالمي، وانا بطرح عليكم دلوقتي عشان تسمعوا مني بقولي النهاردة حصل صدمة كبيرة جدا وبتقولوا ان العالم خسر تريليونات الدولارات نتيجة الكوفيد مش كده، يبقى على قد يعني ما احنا تجربتنا في مصر هنا لما تعاملنا مع الجائحة احنا تعاملنا معها مش بشكل مغاير للمسار الانساني او مسار حتى منظمة الصحة العالمية، لا احنا كان في دول بتعمل اغلاق كامل وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، احنا ما عملناش اغلاق كامل، كل احنا قلنا ان كل دولة لها خصوصية في التعامل مع ظروف الجائحة، وبالتالي احنا هنعمل اغلاق جزئي عندما تكون الحالات في قمة الذروة بتاعتها او ان احنا مع تجديد الاجراءات الاحترازية، لكن عجلة الاقتصاد تفضل مستمرة زي ما هي. انا هنا عايز اقول ان الكلام ده ممكن نفكر فيه كمنظمات ومؤسسات تمويل للعالم كله. النهاردة التوقف الشديد اللي حصل في كل القطاعات تقريبا خلال فترة الجائحة
مش هيتحرك الا اذا كان طبعا الاستاذ تمويل شغاله في ده ومستعده تقدم قروض. زي ما الدكتوره رانيا قاليه كده قالت ان احنا عندنا مش يعني الدول اللي هي ظروفها الاقتصاديه صعبه وتكلفه الائتمان عندها عالي نتيجه المخاطر اللي هي موجوده فيها بتبقى بين نارين، تاخد استثمارات او تاخد تمويلات بتكلفه عاليه او ما تاخدش وتفضل الدنيا يعني ما تتحركش. طيب انتم بتتكلموا على ان انتم عايزين المبادرات تبقى متشابكه مع بعضها البعض وتاثيراتها تبقى متشابكه مع بعضها البعض. انا هقول لكم على مثال ومش عارف اذا كان كلامي بالطريقه دي هيبقى واصل لكم ولا لا. يا جماعه احنا لما بنتكلم على افريقيا على سبيل المثال، وانا طرحت الموضوع ده من 5 سنوات في مؤتمر برلين مع المستشاره العظيمه ميركل، وقلت لها يا دكتوره اذا كنتوا انتوا بتقولوا مستعدين تقدموا 100 مليار دولار ل عشان تغيير المناخ، انا عايز اقول لك ان القاره الافريقيه ديت بالوضع اللي موجوده فيها ديت بالتمويل مرتفع التكلفه هتفضل وضعها كده مش هتتغير. طب ما تحاولوا تخلوا الموضوع يعني متداخل مع بعض. يعني ايه الكلام ده؟ قلت لها يعني النهارده لو في بنيه اساسيه قاريه، انا مش بتكلم على مصر، انا مش بتكلم على مصر، انا بتكلم على افريقيا وانا جزء منها. احنا لما هنا اتحركنا في موضوع البنيه الاساسيه زي ما الدكتوره قالت احنا تقريبا صرفنا ما يقرب من 6 تريليون جنيه. العائد اللي تحقق لمصر وفي كافه المجالات، مفيش مجال فيك يا مصر او قطاع في مصر الا ما اتحركنا واشتغلنا عليه وخد ما يمكن تمويله او تدبيره من تمويل. والنتائج كانت واضحه. النتائج كانت واضحه ازاي؟ في ان انتم شفتوا ان معدلات النمو اللي اتحققت، احنا كان قبل الجائحه 5.6%، وحتى بعد الجائحه كنا من الدول القليله في العالم اللي حققت 2.3 ولا 2.6؟ 3.6 و3 وبنتوقع انتوا الربع الاولاني 9.8 مش كده؟ مش كده؟ تمانية مش كفاية يا دكتور، احنا عايزين اكتر من كده. لكن عايز اقول لكم عشان ارجع تاني للفكرة اللي انا يمكن بتكلم وفرصة ان انتوا تسمعوا مني، ويمكن يبقى انا كلامي عن هذا الموضوع ده مش مرتبط بمصر، مش بطلب بس لمصر، انا بطلب لدول هتفضل حالها بالواقع اللي احنا شايفينه ده لسنوات طويلة قادمة، وهينعكس ده على الاقتصاد العالمي. وكان ساعتها لما اتكلمت مع المستشارة ميركل في الموضوع قلت لها ده سوق فيه اكتر من 1 مليار وهيبقى يصل خلال 2030 مليار ونص. من في فرق بين سوق غني وسوق يعني مش غني، فمش غني يعني، فانتم خلوه سوق غني فتصرفوا. انتوا بتقولوا هتصرفوا 100 مليار وبتقولوا ان الدول الافريقيه هي اكثر دول تضررا من موضوع المناخ، ما تحاولوا تخلوا الموضوع على بعضه، يعني تحطوا ده جوده ونعمل بنيه اساسيه قاريه ضخمه لافريقيا. هذا هينعكس على هو الناس النهارده البنيه الاساسيه هتبقى طرق بس؟ هتبقى سكه حديد فقط؟ هتبقى كهرباء فقط؟ ولا هتبقى موضوع على بعضه؟ طيب الكلام ده كنت بقوله 2015 و16 و17 وحتى قبل جائحه. طب دلوقتي لو احنا تصورنا ان يصرف على القاره ديت، وكان كلامك عشان اكمله بس لها، وقلت لها الشركات الاوروبيه النهارده الرقم المحطوط في هذا الموضوع هيكون بمساهمات مختلفه من الدول الكبرى، مش كده؟ طيب المشروع اللي بيتعمل ده خلوا البنك الدولي وخبرائه هم اللي يعملوا الفكره بتاعه البنيه الاساسيه القاريه اللي بتكلم عليها ديت. خلاص بقى حاجة علمية ومتقدمة جدا تخدم كل مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة، وتقوم الشركات الأوروبية أو الشركات كل دولة حطت 10-15 مليار دولار، أنا كدولة بيتعمل معايا مشروع ب10 مليار أمضي على ال10 مليار أوقع عليهم بتكلفة منخفضة، بتكلفة مالية منخفضة كائتمان عليا.
يبقى بالشكل ده قدرنا نعمل دفعة كبيرة جدا جدا في البنية الأساسية للقارة، وبالتالي المردود بتاع هذا الأمر سواء بقى في المناخ أو في محاربة الفقر أو حقوق الإنسان أو المرأة أو ده، هيعود بالإجابة على علينا كلنا. طيب أنا بقى لما جت الجائحة رحت كلامي كان مع دكتوراني، خلونا مع الشركات ومع المؤسسات نحن ناخد تمويل منخفض التكلفة يساهم معنا في دعم واستكمال مسيرة العمل اللي احنا بنقوم بيها في بناء مصر الحديثة. والحقيقة برضو لازم اعترف ان انا لقيت رد فعل ايجابي جدا من جانب سواء من البنك الدولي او من المؤسسة التمويل اللي بتكلم عليها ديت. اللي انا عايز اقوله لكم ان احنا في مصر هنا بطمنكم ان دعمكم لينا ومساندتكم لينا في خلال السنوات اللي فاتت، اتصور ان انتم راضين دلوقتي وشايفينه كويس، شايفينه بحالة من الاستقرار، مش استقرار امني. شوفوا مفيش برضو ده مهم ان انا اقوله، مفيش حد يقدر على الشعب المصري يعني يفرض عليه يعني قبضة، يقول لك قبضة امنية، مفيش كلام من ده. الشعب المصري ما يقادش كده. طب أنا هخرج خارج السياق خالص. صحيح في يوم، وكلام ده مسجل في محاضرة رسمية، أنا بدردش معاكم، فالسفيرة الأمريكية بتقول لي في 2011 مين اللي ممكن يحكم مصر؟ فقلت لها اللي هيحكم مصر الإخوان المسلمين. اللي هيحكم مصر إيه؟ الإخوان المسلمين. قالت لي طب وبعدين؟ قلت لها هيمشوا. فقالت لي ليه؟ قلت لها الشعب المصري ده شعب لا يقاد بالقوة، ما يخشش الجامع والكنيسة بالعافية، ما يخشش الجامع والكنيسة ايه بالعافية، هو كده. فانا عايز اقول بس ان وده اللي حصل، وده الكلام ده متسجل في محاضر رسمية. اللي انا عايز اقوله هنا في مصر بطمنكم ان كل دعمكم لينا، انتوا بتقدموا دعم لدولة فيها 100 مليون انسان، وده اعلى درجات حقوق الانسان. وزي ما انتوا شايفين احنا بنتعامل بمنتهى الشفافية في كل شيء، ولا نقبل ابدا ان يبقى فيه اي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير اللي انتوا بتعملوا بيها او بتطالبونا بيها، واحنا بننفذها او اشد. لان احنا يعني اتكلم معاكم مثلا في موضوع الطاقه الخضراء والمتجدده، وشوفوا حجم التحرك المصري كمعدلات طبقا للمعايير العالميه احنا فين. طب احنا مين احنا من اوائل الدول اللي عملت سندات خضراء ب 750 مليون دولار؟ مصر، لان احنا حريصين احنا نلحق بالركب التقدم اللي موجود في العالم. شغالين في كل المجالات زي ما قلت كده، مش اقتصاد بس، لا حتى الكلام اللي طرح من زمايلي على موضوع حياه كريمه اللي انتم بتسمعوا عنه كتير، احنا بنستهدف تغيير جذري لحياة 60 مليون إنسان، أكتر من نص مصر، تغيير عميق في كافة المناحي. هو أنا لما أعمل الكلام ده أنا قلت يمكن في أثناء المداخلات اللي فاتت، لما أعمل لهم صرف صحي كامل وأعمل محطات معالجة مية ثلاثية متطورة، محطات معالجة ثلاثية متطورة، وانتوا تقوموا بتمويل لبعض هذه المحطات، هو في النهاية المية اللي هيتم معالجتها معالجة ثلاثية متطورة هتبقى صديقة للبيئة ولا أكيد صديقة للبيئة؟ أكيد صديقة للبيئة. فحياة كريمة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي وبنتمنى ان احنا نخلصها خلال الثلاث سنوات القادمة، ده مشروع تنموي اجتماعي إنساني بكل المعايير من أجل تحسين حياة 60 مليون إنسان. أنا في الآخر عايز أقول لكم كل الشكر وكل التقدير والاحترام على مشاركتكم وعلى دعمكم لنا،
أنا عايز أقول لكم أن مصر دولة عريقة جدا عمرها آلاف السنين تستحق هذا الدعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.